السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم احبابي في فيديو جديد وحلقة جديدة على القناة. فيديو اليوم راح نجيب لكم مراجعة جديدة كالعادة، مراجعة المرة من ميكروفون رود الشهير المعروف اللي هو فيديو مايك برو بلس. راح نعطيكم تفاصيل اكثر ومزايا هذا الميكروفون بعد الفاصل، تابعوني بعد الفاصل. السلام عليكم. نبدأ أول شيء بهذا الميكروفون اللي قلنا لكم عليه، راح نشوفوا أصلاً وش يجي مع العلبة هذه ونعطيكم بعض التفاصيل. أول شيء نبدأ نفتح لكم العلبة كما رانا نشوفوا هنا الميكروفون كل وش راح يجي فيه. بوم كالعادة، هنا هذا وش فيها العلبة كالعادة. كما رانا نشوفوا هنا كابل الشحن اللي هو من ميكرو يو اس بي عادي جداً، ما راحش ليه. نزيد نحلو هنا وش كاين تفاصيل اللي راح نجدوها. الميكروفون اللي هو ميكروفون فيديو مايك من شركة رود فيديو مايك برو بلس، اللي الحجم تاعو جاي اكبر من فيديو مايك برو. وايضا هنا نلقاو البطارية خاصة بالميكروفون اللي هي الساعة تاعها حوالي 1600 ملي امبير، وايضا الكيبل اوكس اللي هو يميز الفيديو مايك برو بلس عن فيديو مايك برو النسخة القديمة. كما نشوفو هنايا الميكروفون اللي عندنا فيه مزايا كثيرة. اول شيء راح نلقاو فيه هذا الليسفنج الخشينة عشان تعزل الضوضاء لمدة هذي. ايضا يمكنك ان تضع فوقها الداد كات، الداد كات اللي ما يعرفهاش نحطها لكم هنا في الفيديو. ايضا هنا نشوفوا المزايا اللي راح نهضروا عليها. وكاين هنا ازرار معلومة بالنسبة لهذا الزر، هنا زر تشغيل المايك كما نضغطوا عليه هنا راح يشتغل. عفوا ما درناش البطارية. وفي امكانية انك تضع البطارية هنا، يعني البطارية اللي كاينة هذي. ايضا اذا ما عندكش البطاريه ونفذ الشحن تاعها، يمكنك ان تستعمل بطاريات عاديه الخاصه بالريموت كنترول، اي بطاريه موجوده عندك. حط البطاريه عادي جدا كيف تلصق، ايوه عندها الريموت تاعها الخاص بها. ايضا نضغط هنا بون شغل الميكروفون. كما رانا نشوف هنا راح يشتغلنا بكل مزايا تاعو. نحاول نغلقكم ونعطيكم كل مزية خاصه بها هذا الميكروفون. صح، اول شيء راح نلقاو هنا الزر الديسيبل اللي هو يعطيك كيما نقولوا النسبه تاع الضوضاء اللي راح نعطوها لكم بالتقاط الصوت. عفوا كاين موانس ماينس 10 و بلس 20، يعني بلس 20 و ناقص 10. بالنسبه اللي يحب يدير بلس 20 عشان باش يكبر اصوات كثيره وعديده، ايضا ممكن يكبر لك بعض الضوضاء. ولكن ناقص 10 اللي هي تعطيك يمكن هنا يركز لك على صوت واحد وينقص لك الضوضاء اللي حولك. تقدر تبدلها من هذا الزر تاع الديسيبل. الان ايضا يوجد زر اخر وهو تحكم بالتردد، اللي هو تقدر تختار ما بين 75 و 150 ميجا هرتز اللي هنا كما رانا نشوفوا. ايضا في ميزه اخرى يمكن الناس قليل اللي يعرفها، هي انه ميزه انك تضغط زر الديسيبل مع زر راح يعطينا اللي هو انه يركز لك الصوت في جهه واحده. يعني اذا كنت عملية فلوجر او تفلوجي او تعمل فلوج، راح تكون الناس وراك وراح يكونوا يحكوا ومش راح تقول لهم اسكتوا، ولكن راح تشغل الخاصيه راح يركز على الصوت تاعك. وايضا في ميزه اخرى اللي هي ميزه الدات كات، اللي هو انك تضغط على زر الباور وزر الديسيبل وراح يشغل لك ميزه الدات كات. هذه الميزه تاع الدات كات هي يقولوا لها ميزه انه كيكون رياح، ايضا شغل هذه الميزة عشان ما يجيكش رياح في هذا الميكروفون وما يخرج لكش ضوضاء الريح اللي نعرفوها. ايضا شيء اخر ممكن نهضر عليه هو هذا ستابيليزيتور اللي يمنع اصوات خارجية، خصوصا اذا كنت حامل الكاميرا وتمشي يمكن انه يصير اهتزاز، والاهتزاز راح يخرج صوت، ولكن مع هذا راح ينقص هذه الضوضاء. بالنسبة للشحن البطارية فيه مكان الشحن، وايضا كيبل اوكس ميزة اخرى يمكن انها تساعد اي عامل فلوجر او فيديو ميكينج، وهي ميزه انه شغل الكاميرا يشتغل معه ويطفي الكاميرا يدفع مع الكاميرا. هذا يحافظ لك على البطاريه. وايضا ما تنساش باللي الميكروفون، الناس بزاف تصرا المشكل هو انه ينسى الميكروفون ما يشتغلش وهو راه يسجل في فيديو اخر. بو راح نتستيو الفيديو هذا مقارنه مع الميكروفون اللي راني دايره هنا من شركه تيرمورك، الميكروفون لاف مايك. راح نشوف الفرق ما بين لاف مايك والشوتجن، وايضا الفرق اللي راح نلاحظوه ما بين الكاميرا وصوت الكاميرا، اللي الناس كم ما نصحش بصوت الكاميرا انها لازم تستعمل
ميكروفون خارجي عن صوت الكاميرا. تابعوني بعد الفاصل، ماشي فاصل، هالمرة راح نبداو نسجلو الصوت تاعو، وعطوني رايكم. السلام عليكم، الان راكم تسمعوا في الميكروفون الخاص بشركة رود رود فيديو مايك برو بلس، اللي راح تخلط لي الاسم تاعو، اطول اسم شفته في حياتي. راكم تسمعوا في الصوت تاعو الان، وعطوني رايكم الاختلاف ما بين الصوت اللي كنتوا تسمعوا فيه قبل اللي هو الخاص باللاب مايك والميكروفون الشاتجان اللي راح نسمعوا فيه برك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الآن راكم تسمعوا فيه من صوت الكاميرا اللي راكم تسمعوا فيه، مش من الميكروفون خارجي ولا أي شيء. مو المشكلة تاع صوت الكاميرا، راح تسمع أصوات غريبة وعجيبة، ممكن أصوات صوت ممكن الآخر، راح تلاحظوا الاختلاف بين الأصوات. ممكن راني ما جربت لكم الصوت تاع الشاتجان مايك اللي هو الفيديو مايك برو بلس في الفضاء، راح بعد نجربه لكم في الفلوجر، نكون هاز الكاميرا وتسمعوا الصوت تاعو ان شاء الله. كما رانا نشوفو هنا، رانا نتستيو في الفيديو مايك اللي خاص بالفلوجر كما قلنا لكم، على حسب واش راني نشوف راه كاين حس قدامي تاع الكليماتيزور قدام الحاجه، ما نعرف اسكو يخرج معاكم هنايا ولا لا. نتوما عطوني رايكم في النتيجه وراح نسمعوا كل شيء من هذا. وهنايا رانا مفعلين خاصيه اللي يقولونها انه يركز على الصوت المتحدث فقط، ما يركزش على الصوت الخارجيه اللي بعيد. وهذا هو الفيديو تاعنا، اذا عجبكم الفيديو فلا تنسوا علينا بالضغط على لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ورابط الشراء راح تلقوه اسفل الفيديو، السعر تاعو ممكن ما حكيتش عليه، هو راه حوالي 300 دولار تقريبا، ممكن راح يختلف ما بين متجر ومتجر، ولكن في امازون راح يسوى 300 دولار. ونشكركم على المتابعه والى لقاء فيديو اخر ان شاء الله.